صباح الخير حبايب، رجعنا لكم فيديو جديد وياكم الشيف بنونة من قناة مطبخ بنونة وأمها، ورجعنا لكم بأحلى أكلة وأطيب أكلة. ودعمونا وأشكر جميع الناس اللي قاعد يدعمونا. تقدرون تخلون جزر السبعة دانة بس بوتيته، بوتيته مخليتها على صفحة تنقع غاستها ومخليتها اللي هي يسمونها باقي الدول البطاطا. المهم احنا طريقة العمل هسه اشرح لكم عليها، بس كم من المكونات. المكونات قلنا الخضار، زيت الزيتون او زيت الذرة، اي زيت موجود عندكم. انا هسه هذا زيت الزيتون، الما يحب زيت الزيتون يبدله بغير زيت. هنا عندنا المكونات، اليوم التتبيلة تختلف مع البهارات. انا كل فترة احاول اقدم لكم شيء جديد، يعني اللي دائما انا اسوي، يعني كل ما اجي اشوي لعائلتي اشوي بطريقة مختلفة، ما اشوي كله نفس التتبيلة. هنا أنا عندي بشر الليمون بشرته، هاي الليمونة بشرت نصها القشر مالتها. وهنا أنا عندي ملعقة، هاي تبين بالكاميرا ما أعرف ما تبين، ملعقة خضار مجففة. هنا أنا عندي زنجبيل طازج، هنا أنا عندي ثوم طازج. إذا ما عندكم هسه أعطيكم البديل، هو موجود الجاهز المجفف. وهنا أنا عندي ملعقة صغيرة من الليمون الأسود اللي احنا نسمينه مبصرة، وهنا بابريكا، وهنا فلفل أسود وملح وبصل مجفف أيضا. هي هاي نفسها، إذا ما عندكم تاخذون من هاي، يعني أنا نفسها أكو قسم خذيتي من هاي وقسم طازج. الما عنده زنجبيل يخلي من هذا الزنجبيل المجفف، الما عنده ثوم طازج يخلي ثوم مجفف، يعني البصل. المهم تقدرون تستعينون عن هاي الشغلات بالجافة. هنا أنا عندكم ملعقة معجون أو ملعقة ونص، هاي ملعقة ونص كبار مليانة، وهنا ملعقة دبس الرمان. أنا دبس الرمان أكثر أكلاتي أضيف لها لأن أحب طعمه، يعطي نكهة مميزة للطعام. هسا قلنا هاي المواد كلها شفتوها، هسا أنا حتى التصوير صورته بالكاميرا العادية مال التليفون على مود يكون واضح، يعني على مود البهارات قد تبين واضحة. هنا أنا الدجاج هسا راح أشوفكم إيش راح أسوي، هذا راح أشتغل بيه. طبعا انا اعتذر لان بيد وحدة جاي صور وبيد اشتغل. هسه اشرح لكم شلون الطريقة. شوفوا حبايبي، هسه انا اول خطوة هاي شفتوها، قلت لكم راح اخلي ملعقة زيت واضيف الخضار، ضفت لها ملعقة ملح وملعقة فلفل اسود. هنا انا الدجاجة التتبيلة اشوفكم اياها كلها تبلتها، لان ما قدرت لان بيد التليفون يعني ما قدرت اشوفكم. تبلتها وخليتها تتعمق كلش، ثقبت الدجاجة ومن الداخل ومن جوا الجليد من جوا اللحم كلش، خلو التتبيلة كلها يعني تصير بداخل الدجاجة كلش، يعني منها ومنها كلها. هاي يعني الملاحظة للبنات المبتدئات اللي ما يعرفون هاي الشغلة، يعني من تجين تبلين الدجاجة دائما خلي التتبيلة تدخل حتى داخل الدجاجة جوا الجليد جوا هاي كلها. هنا أنا عندي هسه راح أشوفكم الطريقة. هسه هاي راح أخلي لها نص قلاص ماي واخليها بالفرن، اوكي اخليها بالفرن تستوي نص استاو. وهاي راح احمسها على الطباخ الخضروات. هسه اشوفكم شلون اليوم طريقه التبسي مالتنا راح نسويها، مو نفس الطريقه يعني على النار، لا تختلف. وما هسه اجي اخلي هاي التتبيله فوقها، لا يعني هاي غير طريقه. هسه اشوفكم. حبايبي هسه خليت الدجاجة بالفرن، وهاي راح اجيب هنا الخضار والمعجون ودبس الرمان على الطباخ اشوفكم شلون نسوي. شوفوا حبايب هسه اول شي راح اسوي، راح اضيف الزيت البقع عندي، هي الاكلة دائما الشوي حلو، شنو الحلو بيها؟ ما بيها زيوت هواي، هسه كلش قليل. هسه راح اضيفن، ضفت هنا حبة طماطه يعني شلون ما تقطعونها عادي، وراح اضيف هاي اللي قلت لكم عليها المعجون، وبعدين خضار. هذاي هسه ضفنا المعجون، المعجون حاول اخلوا له شويه ماء، شيء بسيط نحمس حمسه بسيطه. هلا راح وراها استوى على الفرن، يكون هاي المواد نفس صراحة الطعم للخضروات، لأن هذا راح أضيفه على الدجاجة، فما أحتاج أضيف هنا أي بهارات، مجرد رشة خفيفة فلفل أسود ورشة خفيفة.
هاي هنا انا هسه جايت السبكة عدي، ضفت الماي عليها نص قلاص على هاي الخضروات، ضفت الفلفل الملون فوق الطماطة. هسه ننتظرها. شوفوا حبايب هسه طلعتها من الفرن، بس مجرد اخذت لون بسيط يعني مو هواي. هسه ايش راح اسوي؟ راح اضيف هاي الصلصة فوقها. هسه حبايبي بس مجرد ضفت له الصلصة، وهاي راح اضيف لها شوية ماي هم واخليه فوقها بالجوانب. هسه انتم تقدرون بهاي المرحلة تخلونه بالفرن هيجي ياخذ له قلت لكم بالخمسين دقيقة، بس اذا تردونه بسرعة يستوي ومستعجلين عليه يعني 25 دقيقة هيج تغطونه بورق سليفون، لان هو بالبداية خليناه بالفرن 25 دقيقة. هسه هاي قلت لكم شوية تاول نوقع بيها نضيف عليها الصراحة نخليه بالفرن. هذا الطرشي طريقته موجودة بالقناة، انا مسويته كلش راقي وطيب، قدمته ويا الخضروات ويا السلطة اي شي موجود عندكم. وهاي التمن بالزعفران قدمته وياه اضافة الى العكاكة العراقية دائما نحبها احنا ويا التمن. هاي الصلصة كلش طيبة قلت لكم، يعني طبق مميز قد ما قال لكم مميز روعة. انتم تقدرون يعني تقدمونه ويا الخبز بعد حسب ذوقكم شنو يعجبكم، كشي روعة يعني روعة تحفة كشكل وكطعام مميز. يعني روعة شقد ما كلكم طيب ما شاء الله تبارك الرحمن فتشي وريحته كلش حلوة. أتمنى تجربونه وتنطون رأيكم. مع ألف سلامة حبايب. وحبايب لا تنسونا باللايك والاشتراك، وهاي أحلى وصل حبايبي.